مشاركة من القلب، مشاركة إنسانية لموضوع إنساني مع المنتر أرابيا اللي هني بيشتغلوا دايما على قضايا بالمجتمعات العربية، قضايا محقة وأساسية لبناء المجتمعات السليمة. بالتالي مثل هذا الموضوع اللي عم نحكي عن الاكتئاب بسن المراهقة، عم ينوجد كتير حالات بسبب شو عم نتعرض نحن بالعالم العربي. يسعدني أنا أن أكون موجود بهيك احتفالية، بهيك حالات لها علاقة بالشباب على المستوى الإنساني. منتر أرابيا كجمعية أنا شخص يعني شهادتي مجروحة فيها، خاصة أنه أنا موجود فيها كعضو بلجنة التحكيم للسنة الثانية، فهي كجمعية بتعني لي أنا على المستويين، على المستوى الإنساني الفعاليات اللي عم يعملوها على المستوى الإنساني اللي لها علاقة بالشباب كمان شغلة كتير كبيرة، وبتعني لي على المستوى الثاني اللي هو له علاقة بالسينما لأنه مجالي ومجال هيدا كمان له علاقة بالشباب، لأنه الشباب بيستحقوا أنه نحن نعطيهم دعم ونسلمهم الرأي، نلاقي الأشخاص المناسبة اللي احنا حنسلمهم الرأي ليكملوا هن المشوار ويبدعوا أكثر مننا. دايماً عم نشهدك بمبادرات خيرية مع منتور بشكل أساسي. أنا بتواجد، بصدق المجموعة، بآمن باللي بيعملوه، وبحس أنه بيشبهني، قادر أتقاطع معهم على مستوى النوايا والأهداف، وعم شوف الأثر، عم شوف النتائج، فما عندي ولا سبب لحتى ما أكون موجود. مبسوط قوي، يعني بتنفس كل مرة اجي لبنان. الصراحة كيف لبنان؟ شو اكتر شي بيعجبك بلبنان؟ بيعجبني بلبنان اللبنانية، الشعب لبنان. من غير لبنان يعني اللبنانية هم اهم حاجة في لبنان. وبيني وبينك برضو البلد على قد ما هي نسبيا اصغر من مصر في المساحة، بس مختلفة في كل حاجة، جبل وجنوب وشمال، يعني تحس انك في ست بلاد مش بلد واحدة. والاكلات اللبنانية اوف، ولو اكيد بدق قلبك ثلاث دقات على الاكلات اللبنانية اكتر ولا على يسرى اكتر؟ لا يسرى صراحة. بعد ثلاث دقات أخذت صدى كتير كبير وعملت ترند عالمي إذا بدنا نقول. مع مين ممكن تعمل ديو غير يوسف؟ والله لا، مع يعني هو أنا فتحت الموضوع ديو دوت، كان أول حاجة عملتها مع الفنان الكبير أحمد عدوية، وبعديه عملت مع الفنانة يسرى. لسه في اكشن كام ديو، بس مش بقول الاسرار بتاعتي. اقول لك صراحة، قولي الصراحتين، بموت في جوليا بطرس دي، اتمنى اقابلها حتى لو مش هعمل ديو، انا بحبها جدا جدا جدا.